بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أبطال الصف الأول على منصة التميز التعليمية مع قسم التربية الإسلامية، ومع حصة جديدة ودرس جديد من دروس التربية الإسلامية. درسنا اليوم يا أبطالي بإذن الله تعالى سيكون في مجال العقيدة، في مجال العقيدة. درسنا اليوم بعنوان الله ربي هو الرحمن الرحيم. الله ربي هو الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى نتحدث في درسنا اليوم عن أسماء الله الحسنى. نتكلم عن بعض أسماء الله الحسنى ونعددها، وأيضا منها الرحمن الرحيم اللي هو محور درسنا اليوم. وهنتكلم بإذن الله تعالى أيضا في المحور الثاني عن مظاهر رحمة الله تعالى بنا. أيضا في المحور الثالث بإذن الله تعالى هنتحدث عن ما يجب علينا الاتصاف به، وهي صفة الرحمة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا يا أبطالي نتعرف على محاور درسنا اليوم. قبل ما نبدأ المحور يا أبطال الأول، تعالوا نتعرف على شخصيات درس الله ربي هو الرحمن الرحيم. ومعانا مين في الصورة يا أبطال؟ أحسنتم، معانا عبد الله ومريم. تعالوا نشوف الحوار الذي دار بين عبد الله وأخته مريم. مريم كانت تقرأ، فتحت كتاب الله المصحف الشريف وبدأت في القراءة. في هذا الوقت يا أبطال عبد الله رد على مريم وسألها سؤال وقال: ما اسم السورة التي تقرأنيها يا مريم؟ فردت مريم عليه وقالت له: سورة الفاتحة. وأيضا يا أبطال سورة الفاتحة بتذكر لنا أسماء الله الحسنى اللي هي الرحمن الرحيم. طيب، قبل ما نبدأ أيضا في المحور الأول، تعالوا نستمع للأنشودة الجميلة اللي بتتكلم عن خلق الله تعالى في كونه. هيا بنا نستمع للأنشودة الجميلة ثم نعود لكم مرة ثانية. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة، وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة، فصير الأرض به بعد غبرار خضرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. استمعنا للأنشودة الجميلة أبطال. نروح نتعرف على المحور الأول، والمحور الأول معانا يا أبطال نتكلم فيه عن أسماء الله الحسنى. طيب، مين يعدد لنا يا أبطال بعض من أسماء الله الحسنى؟ أحسنتم. طيب، تعالوا نتعرف على بعض أسماء الله الحسنى يا أبطال، وهي كثيرة
نتعرف على بعضها سريعا، ومنها الرحمن الرحيم. من أسماء الله الحسنى أبطال زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، الله سبحانه وتعالى البصير، السلام، الشفيع، الوهاب، القدير، العزيز، كل هذه من أسماء الله الحسنى أبطال. وأيضا من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اللي هو محور درسنا اليوم اللي هنتكلم فيه عن الرحمة. يبقى من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، وزي ما قلنا يا أبطال في أسماء كثيرة لله عز وجل زي ما احنا أو مبين على الشاشة. طيب تعالوا معانا من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، مطلوب مننا يا أبطال في صفحة رقم 24 هنلون الرحمن الرحيم، اسمين من أسماء الله الحسنى أبطال. هنعطي معانا وقت نبدأ في تلوين، نخلص مع انتهاء الوقت بإذن الله تعالى. نستعد يا أبطال، نبدأ. بسم الله. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، ابدأ. يلا يا أبطال. انتهى نصف الوقت يا أبطال، بسرعة يا أبطال. أوشك الوقت على النفاذ. انتهى الوقت يا أبطال، وبكذا يكون معانا فقرة التلوين وقتها انتهى. ننتقل على طول للمحور الثاني، والمحور الثاني يا أبطالي هنتكلم فيه عن بعض مظاهر رحمة الله تعالى. رحمة الله تعالى بنا عظيمة. تعالوا كده نتعرف على بعض من مظاهر رحمة الله تعالى. وقبل ما نروح للمظهر الأول يا أبطال، معانا مريم جيلنا بدعاء جميل، هيا بنا نردد هذا الدعاء مع مريم ونحفظه جيدا يا أبطال. كل ردد معايا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مرة ثانية يا أبطال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مرة أخيرة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أحسنتم يا أبطال. طيب نتعرف على المظهر الأول من مظاهر رحمة الله تعالى يا أبطال، خلق الإنسان في أحسن صورة. الله سبحانه وتعالى يا أبطال خلق مخلوقات كثيرة على الأرض، ولكن ميز الإنسان بميزات كثيرة، منها أنه خلقه في أحسن صورة. لم يخلقنا أعزكم الله كالبهائم مثلا، ولكن خلقنا بشكل مميز وميزنا بالعقل من بداية خلق الله تعالى. وفيه رحمة
للإنسان أبطال من ونحن في بطون أمهاتنا، حفظنا الله ورعانا ونحن في بطون أمهاتنا. وأيضا يا أبطال، عندما ولدنا أعطى الله أو قذف الله تعالى في قلب أمهاتنا وآبائنا يا أبطال الرحمة بنا، فقاموا برعايتنا وقاموا بتوفير حاجاتنا يا أبطال حتى صرنا كبارا. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أنه خلقنا في أحسن صورة، وأيضا جعل من الأسباب ما فيه رحمة للإنسان من بداية ما كان في بداية خلقه وهو في بطن أمه إلى أن صار شابا فتيا يعتمد على نفسه. أيضا يا أبطال، من رحمة الله تعالى إحياء الأرض الميتة. الله سبحانه وتعالى الأرض الميتة زي ما في الصورة الأولى يا أبطال، أرسل الله تعالى عليها الأمطار فأخرجت الأرض الميتة ما بها من زروع وأشجار، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا إحياء الأرض الميتة. الله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. يبقى دي أبطال من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. طيب، معانا في صفحة رقم 26 معانا نشاط جميل. ايه المطلوب في النشاط يا أبطال؟ بيقول: ضع دائرة حول أحد الكائنات الحية ومربعا حول أحد الكائنات الغير حية ثم ارسم المطر. طيب، في الصورة الموجودة قدامنا يا أبطال في عندنا كائنات حية زي ايه؟ أحسنتم، زي الأغنام، موجودة من الكائنات الحية. ايه تاني يا أبطال؟ الجمل أو الناقة اللي موجودة، أحسنتم. أيضا أحسنت، الرجل اللي موجود في الصورة، وأيضا المرأة. ديت الكائنات الحية يا أبطال. بيقول لي حوط على واحدة من الكائنات الحية اللي موجودة، كل واحد فينا هيختار واحدة زي ما هم بين كده. أنا حوطت على الناقة اللي موجودة وهذه أحد الكائنات الحية، كل واحد منا يختار كائن من الكائنات الحية اللي موجودة في الصورة يا أبطالي ويضع عليها دائرة. طيب، الكائنات الغير حية اللي موجودة في الصورة زي إيه يا أبطال؟ أحسنت، أحسنت يا بطل، زي الخيمة اللي موجودة. إيه تاني؟ أحسنت، زي السيارة اللي موجودة معانا في الصورة. طيب، إيه المطلوب مننا؟ نضع مربع على واحدة من الكائنات الغير حية، زي مثلا أنا وضعت مربع على الخيمة اللي موجودة، أنت اختار واحد من الكائنات الغير حية اللي موجودة وضع عليها مربع. طيب، إيه المطلوب تاني معانا في هذا النشاط؟ أحسنت، إن احنا نرسم الأمطار زي ما هو مبين أمامنا على الشاشة. نرسم الأمطار وهي دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي إحياء الأرض الميتة زي ما قلنا يا أبطال. أحسنتم يا أبطالي. طيب، ننتقل يا أبطال إلى المحور الثالث والأخير، وهو أحرص على أن أتصف بالرحمة. من علمنا أو بمن نقتدي في الاتصاف بالرحمة يا أبطال؟ مين يقول؟ أحسنت يا بطل، نتصف بالرحمة، وهذا بنمتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تعالوا نتعرف كده على أول عنصر معانا في الاتصاف بالرحمة، وهو الرحمة مع الحيوانات. تعالوا كده معانا قصة جميلة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه أو من صفاته الرحمة، ولذلك نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق الجميل يا أبطال. تعالوا كده نتعرف على القصة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق لحاجته، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي حاجة من حاجاته، فرأينا حمرة معها فرخان، نوع من الطيور يا أبطال،
الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شافوا طائر معاه فرخين، فأخذنا فرخيها، خدوا الإيه الفرخين حق هذا الطائر. فجاءت الحمرة فجعلت تفرش يا أبطال، ترفرف بجناحيها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال، استمعوا كده يا أبطال لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف علم أصحابه رضوان الله عليهم أن يتصفوا بصفة الرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولديها أو بولدها ردوا ولدها إليها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا أبطال اتصف بالرحمة وعلم الصحابة اللي موجودين معاه أن يتصفوا بهذه الصفة، وعلمنا أيضا في هذا الحديث أن نتصف بصفة الرحمة. من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها، وهذه من الرحمة بالحيوان. طيب أيضا يا أبطال الرحمة مع الناس، تعالوا كده نستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا أو بيأمرنا إن إحنا نتصف بصفة الرحمة، ويخبرنا بأن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، سواء كان الرحمة مع الخدم أو مع السائق أو مع أي أحد من الناس نتعامل معه يا أبطال. يكون عندنا رحمة مع الضعفاء، مع الفقراء، مع المساكين، كل هذه من الرحمة يا أبطال، وهذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا ننتقل يا أبطال، كده انتهينا من المحاور الثلاثة، وعرفنا في المحور الأول أسماء الله الحسنى ومظاهر رحمة الله تعالى بخلقه، وعرفنا أنه يجب علينا أن نتصف بصفة الرحمة. ننتقل لصفحة رقم 30، ومعانا بيقول لي: صل بين النقط لتكتشف العبارة المنقوطة. معانا الله ربي الرحمن الرحيم. طيب نعطي دقيقة واحدة يا أبطال، نعيد نسخ هذه الجملة ثم نعود مرة ثانية. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، ابدأ. يلا يا أبطال. انتهى الوقت يا أبطال. طيب ننتقل للسؤال الثاني، بيقول لي: عبر عما تراه في الصورة بعبارات شفهية. في ولد هنا، إيش بيسوي الولد يا أبطال؟ أحسنتم، يؤذي الحيوانات. هذا الولد اتصف بصفة الرحمة أم لم يتصف بصفة الرحمة؟ أحسنتم، لم يتصف بصفة الرحمة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في نفس الصفحة يا أبطال معانا السؤال التالي، بيقول: ابحث عن علم دولة الكويت ثم لونه بألوانه الجميلة. دولة الكويت يا أبطال دائما تبادر بتقديم المساعدات للمحتاجين واللاجئين، الأمور هذه يا أبطال. طيب الحملة اللي موجودة معانا حملة من حملات مساعدة المحتاجين يا أبطال، بيقول لي:
ابحث عن علم دولة الكويت، وعندنا علمين في الصورة، هذا هو العلم الأول، والعلم الثاني على السيارة اللي موجودة. مطلوب مننا إن احنا نلون العلم بألوان علم الكويت يا أبطال، وهنعطي دقيقة واحدة وبكده نكون وصلنا لآخر فقرات درسنا. معانا دقيقة واحدة يا أبطال. انتهى الوقت يا أبطال، وكده نكون وصلنا كده نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم يا أبطال. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.